في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالتدريب لرفع قدرات العنصر البشري، نظمت الوزارة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لطالبات كلية الشرطة ولعدد من الضباط والضابطات المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان. بهدف إعداد رجال شرطة ملتزمون بالقيم الأخلاقية والإنسانية في مهامهم وتعاملاتهم وفقا للمعايير الإنسانية، فقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة الداخلية والسفارة الأسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة لطالبات كلية الشرطة وعدد من الضابطات والضباط المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان. Considero que ha sido una actividad muy muy beneficiosa tanto para la policía española como para la policía egipcia y creo que han sido unas jornadas que han sido un verdadero éxito que deberíamos repetir y deberíamos fomentar para continuar mejorando la lucha contra la violencia de género. Nada, agradecer estas jornadas aquí realizadas en el Cairo, en Egipto, han sido tanto para mí como para mi compañero un auténtico éxito. Hemos aprendido mucho, creo que hemos dado nuestra visión española sobre la violencia contra la mujer. برامج الدورتين تضمنت عدة محاور، في مقدمتها التعريف بالإطار القانوني للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة، ودور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة، إضافة إلى عدد من المحاور ذات الصلة والتي تسهم في صقل مهارات العناصر الشرطية العاملة في هذا المجال. وتهدف هاتان الدورتان إلى الارتقاء بقدرات العناصر الشرطية والاستفادة من الخبرات الدولية والأممية للتعامل الاحترافي والإنساني في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ليتمكنوا من أداء مهامهم بصورة احترافية. لذا تواصل الوزارة تنظيم العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والأممية.